المزيد حول أسواق العملات ينضم إلي بالاستوديو رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب. رائد، خلينا نبدأ بموضوع بريطانيا وموافقة البرلمان على مشروع قانون البريكزيت. ماذا يعني للستيرلينغ؟ هل هالمستويات اللي احنا بنتداول فيها فير فاليو ولا لا يمكن نشوف مرة أخرى دروب؟ تماما، هذا هو الواقع بالنسبة للعملة الملكية. إجمالا هناك ضغط كبير عليها بين مستجدات سير المفاوضات ومستجدات عملية الخروج الصعبة التي تمر بها المملكة المتحدة. إجمالا مبررات أن يكون هناك النظرة إيجابية للاقتصاد البريطاني وبالتالي انعكاسه على الجنيه الاسترليني على المدى المتوسط إلى الطويل غير موجودة حتى الآن، وإنما يعني تبعات الخروج مؤثرة على الاقتصاد بشكل أكبر. السيناريو يعني مستمر ويدوم طويلا وسيستمر لفترة طويلة عملية الخروج الصعب. الحديث اللي كان بمجرد الموافقة، هذه إجراءات لسه يعني تعتبر إجراءات شكلية قانونية سوف يتم اتخاذها بشكل أو بآخر، ولكن هناك نوع من الضعف في الحكومة البريطانية وبالتالي سوف يكون ضعف منعكس في المفاوضات، سوف يكون هناك تأثير سلبي على الاقتصاد البريطاني، ونرى ذلك من خلال البيانات الاقتصادية من بريطانيا. ولعل بيانات هذا الأسبوع، ننتظر هذا الأسبوع بيانات سوق العمل والتضخم وكذلك أسعار الفائدة، سوف تكون لها تأثيرات أكبر على العملة الملكية وقد تضغط بالاتجاه المنخفض بشكل أكبر، خصوصا أن الاجتماع على FOMC على الأبواب. خلينا نتحدث الآن على العملات اللي بنعتبرها بلدات آمنة. نسبة المخاوف الجيوسياسية هدأت شوي، خصوصا أن نورث كوريا لم تقوم بأي تجربة جديدة، آخر تجربة كانت ب 3 سبتمبر. الفرنك السويسري منذ 3 سبتمبر منذ سادس تجربة لشمال كوريا مرتفع ب 1%. أين نرى الآن هذه العملات؟ هل هذا حيكون شورت ليفت كوركشن ونرجع مرة أخرى نطلع؟ وأيضا أين نرى الذهب؟ ذهب أيضا في تصحيح حاليا. حقيقة مجموعة كبيرة من المخاوف التي تحيط بالمستثمر والتي دفعته باتجاه الريسك أوف في الفترة الماضية وعدم الرغبة بالمخاطرة، وذلك يعني دفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، ورأينا العوائد حتى على السندات الأمريكية طويلة الأجل 10 سنوات يعني تنخفض بشكل واضح بنتيجة أنه المستثمرين متجهين نحو الملاذات الآمنة بشكل كبير، وكذلك الذهب وكذلك الفرنك السويسري مثل ما تفضلتي. لكن المقومات ليست هي فقط كوريا الشمالية والتوترات، خصوصا أنه المستجدات التي حصلنا عليها من هذه القضية حتى الآن غير كافية، وإمكانية عودة التوترات ممكن جدا أن تلهب الأسواق مجددا. وفضل يحتفل هذاك الويكند تماما فمررها هادئة نوعا ما. لكن ضعف الدولار الأمريكي على ما أعتقد والتشكيك بإمكانية رفع ثالث لأسعار الفائدة والكوارث الطبيعية التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية بلا شك لها أثر على أداء الدولار الأمريكي أمام معظم نظرائه، لذلك شاهدنا قوة الفرنك السويسري، ارتفاعات الذهب، والتصحيحات التي نراها حاليا هي تصحيحات ممكن أن يكون في ضمنيتها جزء كبير منها جني أرباح، إضافة إلى إمكانية أن يكون في عندنا، أنا أتحدث على الذهب هنا، إمكانية أن يكون بعد هذه التصحيحات عودة بالاتجاه الصاعد مجددا. نتحدث عن الدولار، الحديث عنه بالطبع كما ذكرت أنه اجتماع على FOMC على الأبواب. مورغان ستانلي بيقولوا أنه 7% من التريدرز اللي هم بيراقبوا الدولار إندكس ليسوا شوية يعني بولش فقط، ف 7% من السوق مش كثير، انه ما فيها البولش اوتلوك على الدولار. تماما فقد كثير الدولار الامريكي من التوقعات الايجابية خصوصا بعد التشكيكات الاخيرة، و يعني عدم الوضوح عدم اليقين الذي يكتنف السياسة النقدية والسياسة المالية في الولايات المتحدة الامريكية، واستقالة فيشر بالفترة الاخيرة يضغط ذلك على التوقعات من الفيدرالي الامريكي بالفترة القادمة، وبالتالي يعني انا يعني اكيد مع ال 93% اللي بقوا انه هناك ضغط كبير على اداء الدولار الامريكي في الفتره القادمه، وقد يكون هناك نوع من المفاجات بان فعلا لا يكون هناك رفع. يعني احنا لو كنا عند ال 91 79 وين بتشوف الدولار؟ الدولار الامريكي استفاد كثير من بالفتره الماضيه وتمكن من الارتفاعات القويه، امكانيه العوده دون عند ال 90 تقريبا. رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب، شكرا جزيلا لك.